حسيت حالك غلط يعني وقت تنتقد هالقد ويطلع بوجهك الشخص اللي انتقدته. بالعكس تقول لك ليش مش غلط، لانه بلبنان كثير كثير صعبه الشخص اللي بيشتغل بالنقد وخاصة الكتابة يلاقي حدا بيتقبل هالشيء. شو كنت تقول عنه رامي عياش؟ سامع شو عم بيقول؟ تحية لرامي، يعني خناقتنا مع رامي ورامي بطل يحكي معنا من ورا. تحية لرامي عياش، احنا بنحبه وبدنا نستقبله على السنة الجديدة ان شاء الله. ما رح وراح يكون في جوزيف بالحلقة بس عن جد يعني خناقتنا مع الكل. وانا رح كون بالحلقة لأنه ما في شيء شخصي. قول له شيء لرامي هلا وادعي لرامي يلا عن جد. إيه لا عن جد صراحة رامي عياش نحن حابينك تكون معنا بالنوجر وتجي تعا تننتقدك على الشيء اللي بتستحق النقد عليه وتنقل لك برافو على الاشياء الكتير حلوه اللي انت كمان بتعملها، لانه اللي بينتقد بموضوعيه ما في شيء بيقول له وقف.